بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور رشد الحسن مدرس جامعة الأزهر، أصحاب العطوفة والسعادة، ضيوف الجامعة الأفاضل، أبناء الطلبة الأعزاء، أيها الحفل الكريم، مرحبا بكم مرحبين. مرحبا بكم ضيوفا أعزاء في وطنكم الثاني الأردن، بلد الوفاق والاتفاق، البلد العربي الذي نمر نفسه منذ اليوم الأول لتأسيس الإمارة بجمع الصف العربي وإعلاء كلمة الأمة. ومرحبا بكم ضيوفا كراما في جامعة الزيتونة الأردنية، جامعة العطاء والوفاء، الجامعة التي فتحت ذراعيها منذ اليوم الأول لتأسيسها لاحتضان كل الطلبة العرب بكل محبة ووفاء وإخلاص، استجابة لرغبة القائمين عليها وتحقيقا لأهدافها المتمثلة بجعلها جامعة لكل العرب من خلال توفير المناخ الملائم لاستقطاب أكبر عدد ممكن من هؤلاء الطلبة ممن يمثلون بلادهم خير تمثيل ويحملون رسالة الشباب العربي المنتمي والمبدع في زمن العولمة المعقدة. لقد تبنت هذه الجامعة منذ تأسيسها سياسة تتضمن تقديم كل التسهيلات والخدمات للطلبة العرب منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم لهذه الجامعة وحتى تخرجهم، إذ وفرت الكادر التعليمي المتميز من الأطوار العربية المختلفة، وأوفرت قاعات التدريس الملائمة للعملية التعليمية ضمن معايير الاعتماد المتميزة، كما وفرت الصالات والملاعب وخصصت مركزاً صحياً متقدماً ومكتباً مختصاً في عمالة شؤون الطلبة لمتابعة قضايا الطلبة الوافدين، وكماً هائلاً من الحافلات الحديثة لتسهيل مهمة الانتقال إلى الجامعة وإليها، كما نظمت عمليات تسجيل المواد الأكاديمية وهيئت اللجان المختصة من الأكاديميين لمتابعة قضايا الطلبة وحلها بالسرعة الممكنة. إننا في هذه الجامعة كنا ولا زلنا في خدمة كل الطلبة، وإن كان لي من أمنية كعميد لشؤون الطلبة فهي أن يزداد تواصل الطلبة العرب مع عمادة شؤون الطلبة لتحقيق مزيد من النشاط اللامنهجي لهم وحل مشاكلهم المختلفة، لأن الطالب في نظرنا هو المحور الأساس في العملية التعليمية. ضيوف الجامعة الأكارم، إن مصدر ثقتنا بهذه الجامعة قد تأتى من النتائج المتميزة التي حققتها الجامعة على مستوى الجامعات الخاصة والحكومية في امتحان الكفاءة الذي كان يعقد قبل أشهر قليلة، ومن مستوى الخريجين في كافة التخصصات. ويكفينا فخراً أن هذه الجامعة تحتل مكانة مرموقة في العالم العربي وتعد من الجامعات الرائدة والمتقدمة في الأردن، وإننا نستمد عزيمتنا من ثقتكم أنتم ضيوف الجامعة الأكارم بهذه الجامعة، لأنكم خير من خبر هذه الجامعة وتعامل معها. أرحب بكم مرة ثانية وأدعو الأستاذ دكتور رشد الحسن يلقي كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستشارون والملحقون العرب، أيها الزملاء العمداء، أيها الإخوة بدروس الدوائر الإدارية، أيها الأبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسعد جامعة الزيتونة الأردنية في هذا اليوم الباسم بشمسه الدافئة أن تحتضن هذه الصفوة من الإخوة العرب القائمين على رعاية الأبناء من الطلبة الدارسين ومتابعتهم، وأرجو أن أؤكد لهم بأن جامعة الزيتونة تحرص حرصاً شديداً على رعاية هؤلاء الأبناء والعناية بهم، وتتعامل
معهم على أنهم أبناء بين أهلهم وإخوانهم الطلبة الأردنيين واسمحوا لي أن أشير إلى أن الجامعة تحافظ على المكانة العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها ولا تفرق إطلاقا بين أبنائها الطلبة في أي مجال من المجالات وبخاصة الالتزام بالأنظمة والتعليمات والعملية التدريسية. وأنا على ثقة بأن هؤلاء الأبناء سيظلون فخورين بتخرجهم في هذه الجامعة عندما يعودون إلى أوطانهم العربية الشقيقة. ولقد خصصت الجامعة مكتباً خاصاً في عمادة شؤون الطلبة لمتابعة هؤلاء الطلبة العرب الوافدين والحرص على أمورهم الأكاديمية والمعيشية. أتمنى لهذا اللقاء الخير إن شاء الله أن يكون ثمرة طيبة لصالح أبنائنا الطلبة. وأهلاً وسهلاً بكم في حرم هذه الجامعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوف الجامعة الأكارم أبناء الطلبة، إنه لمصدر فخر واعتزاز أن نلتقي بهذه الصورة وأن ننتقل من الخاص إلى العام في لقاءاتنا لنتداول في بعض المسائل التعليمية. إخواني الكرام، كلمة الضيوف الأكارم يلقيها الدكتور علي الزهراني حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا بالقلم وعلمنا الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام تسليما على نبينا محمد بن عبد الله. قائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنته. عقوبة نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رشدي حسن، عقوبة عميد شؤون الطلاب الدكتور الأستاذ الدكتور محمد مجالي، إخواني المستشارين والملحقين في العرب في المملكة الأردنية الهاشمية، إخواني ضيوف هذه الجامعة، أبنائي وبناتي الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني وقد أقحمت في آخر لحظة لإلقاء هذه الكلمة من قبل عقوبة نائب الرئيس، لأن هناك من هو أكبر مني علما وثقافة وفكرا، وأظن أن أحبتي وإخواني المستشارين هم أحبتي. فباسمهم جميعا أشكر هذه الجامعة، جامعة الزيتونة، على هذه البلدة الطيبة، وأتمنى أن تسلكها بقية الجامعات. الحديث عن التعليم والجامعة حديث ذو شجون، وقد تعودنا جميعا في مجلس المستشارين والمحققين أن نناقش الكثير من القضايا المشتركة والهموم المشتركة في قضايا طلابهم المهمة التي نجدها أحيانا من ملاحظات أو نقد هادف وبناء نتداوله في مجلسنا الموقر. وقد جرت العادة أيضا أن يقوم كل زميل من الجملاء بالمجلس في طلبة بلدي على وجه الخصوص، وأعتقد أننا مثلا في المحقق القرية السعودية نظمنا أكثر من لقاء وفي هذا المدرج في أبنائنا وبناتنا. عقوبة الرئيس نائب الرئيس ذكر بأن الدعوة وجهت ل 800 طالب وطالبة، واعذرونا إذا كان عدد قليل، حاول إن شاء الله يمكنه الصبر ويترك يا عقوبة الرئيس. نحن أتينا إليكم بالسلام والإطمئنان عليكم، ونعرف أنكم في أيدينا أمين إن شاء الله. مهما أتحدث عن التعليم الأردني وعن المملكة الأردنية الهاشمية مملكة وحكومة وشعب لأن فيهم حقيقة، فتحوا قلوبهم قبل أن يفتحون أبواب جامعاتهم ومؤسساتهم. فدعائي للمولى سبحانه وتعالى أن يحفظ الأردن ملكا وحكومة وشعبا، وأن يديم على هذا البلد الأمن والأمان،
وأن يوفق هذه الجامعة في هذه البادرة الطيبة، وأتمنى أن تسبقها بقية الجامعات. الحديث مع أبنائنا وبناتنا في جو حوار علمي مشترك هو هدف نبيل نسعى إليه جميعا. أكرر الشكر والتقدير لكم جميعا على هذه البادرة، وباسمي واسم زملائي وأساتذتي وأحبتي وإخواني في هذا الملتقى أشكر لهذه الجامعات البادرة ولعميل شؤون الطلاب فيها، والشكر أجزيه إلى رئيس هذه الجامعة وقد تفضلني به علاقة محبة ومودة أخي الدكتور نصر صالح الذي يقيم هذا اليوم على اللقاء في العملية، ولمعالي الأستاذ الدكتور عبد الله منصور صديق عزيز وهو رئيس مجلس الأمناء، ولأخي علي القرن وهو رئيس مجلس الأمناء كرئيس هيئة المديرين في هذه الجامعة، والشكر موصول لكم أنتم وجميع مجال الكليات والأقسام، لكم أنتم أبنائي وبنات الطلاب والطالبات الذين حضرتم هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله أن يجعله لقاء علميا مباركا، وأكرر الشكر لكم جميعا، وأختم بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للدكتور علي الزغاني. والآن إخواني سنفتح المجال للحديث حول أهم المسائل التعليمية وبعض المشاكل التي يواجهها الطلبة. وإذا كنا تعودنا أن نتحدث سابقا على وجه الخصوص في أن يلتقي كل مستشار أو كل حق ثقافي مع طلبته على حدة، فاليوم يبدو أن اللقاء قد تغير، وهذا مصدر فخر واعتزاز أن نلتقي جميعا في هذا المكان لنتحدث في مسائل تهمنا جميعا. نفتح المجال أمام الطلبة ونرجو أن يكون يعني طرحا جريئا مباشرا إن شاء الله تعالى. تفضل. أن الشبكة تغيرت من دكتورة إلى دكتورة أخرى. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، إخواني الطالبات والطلبة، السلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. علي جعفر من كلية الصيدلة عراق الجنسية. نستهل حديثنا بقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. حقيقة أن جامعتنا باعتقادي لا تواجه أي مشاكل علمية، فنحن لدينا من الكوادر العلمية من النخبة الرائعة من عراقيين ومصريين وفلسطينيين وأردنيين، هم صفوة المجتمع حقيقة. ولكن مشاكلنا هي مشاكل خدمية، هي مشاكل إلى درجة معنى الاعتقادي. فواحدة من هذه المشاكل تم بعون الله افتتاح كلية الهندسة، وهذا يدعو إلى الفرح والابتهاج، فهو دليل على نمو جامعتنا وتطورها. ولكن من الوجه الآخر أن وسائل التنقل في الجامعة لم تزيد سوى باص أو باصين، فعدد الطلاب زاد في هذه الجامعة، فالكثير من الطلاب يعانون من هذه المشكلة، وهناك عشرات الطلبة يأتون في الصباح بالتكاسي أو وسائل النقل الأخرى. ويجب أن نأخذ بالنظر الاعتبار هناك طلبة مقربين، يعني أهلهم ليسوا معهم فمصاريفهم محدودة، فنرجو الأخذ بنظر الاعتبار لهذه المشكلة. المشكلة الثانية المركز الصحي. كل طالب في الجامعة يدفع مبلغ وقدره 40 دينار، فلا سمح الله لو أصابه كسر في العظم أو تشنج في العضلة أو أي عرض آخر لا يعطوه سوى البنادول، فقط البنادول حقيقة. هناك مشكلة ثالثة تعاني منها الجامعة صراحة بشكل عام وكلية الصيدلة بشكل خاص، فنحن كلية الصيدلة ندعو كل سنة وكل لحظة وكل دقيقة النظافة
استعمال المغلفات والتحذير من مرض أجوان أنوان الذي يقيكم الله شره. ولكن حقيقة لو نتوجه إلى حمامات الصيدلة لا نجد أي وسيلة من وسائل التنظيف، أي مادة للتعقيم، فلا أعتقد أن صابون سائل أو صابون عادية تؤثر على المصاريف أو لها تأثير كبير. فحقيقة هو وجه حضاري. وشكرا لحسن استماعكم. تسلموا. السلام عليكم. محمد مسعد عبد الكريم من جمهورية مصر العربية كلية التمريض. لا أريد أن أتكلم عن الفصل الدراسي الأول في الجامعة، ولكن أريد أن أتكلم عن فترة طويلة حكم أحضان التعليم الأردني من المدرسة حتى الثانوية وحتى الجامعة. بالنسبة لي لم تواجهني أي مشاكل بحق التعليم الأردني، من أكثر أنواع التعليم الموجودة في الوطن العربي، وهذا ما نستمع إليه دائما في نشرات الأخبار عن الشهادات الأردنية والكفاءات الأردنية التي خرجت الكثير في الجامعات العالمية. وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. فايز سلطان من السعودية. أنا اليوم صراحة أشتكي على رئيس الجامعة، لأنه يعني كم مرة نسمع كلام بعد الاجتماعات إنه خلاص وبشروا اللي تبغونه واللي نشتكي إحنا يعني. فأنا موضوع مثلا دخول السيارات، يعني إحنا نجي الآن صرت حتى ألبس يعني أنزعج معه وكذا عشان إيش؟ كان المطار وكذا يعني. يتبلل يعني. وطلبنا كم مرة أن ندخل السيارات ولا وافقوا. ويعني مرنا إحنا الآن نأخذ موافقة مبدئية من هنا في الاجتماع وبعدها ما في شيء. شكرا. السلام عليكم. اسمي دعاء حيدر بشير من السودان. أنا مشكلة مع الجهة الوحيدة، أنا وحيدة لحالي بالجامعة السودانية، وما كان مكتب الوافدين يتابع إن أنا أصلاً موجودة بالجامعة. كمان في مشكلة الإقامة، الجامعة ما ساعدتني فيها بالمرة، بس يريد تتابعون الجهين القادمين للجتابة على الجامعة تتابعون مكتب الوافدين. صراحة أثنى عليكم، ولكن يعني لا نجعل اليوم اللقاء هذا كله شكاوى، يجب أن نشيد ببعض الأعمال الرائعة، الأعمال المميزة. فأنا عمل بسيط يعني، أشيد بعمل عميدنا كلية الصيدلة الدكتور غسان أبو الشفا. كل سنة في الفصل الصيفي كانوا الطلبة يشفون من الجو الحار، فصل صيف، فكل الطلبة هو فقط في جسمه في القاعة، وإنما عقله وتفكيره عند الأب كنتش فقط. ولكن بجهود الدكتور الفاضل ونحن الوحيدين فقط كلية الصيدة وبإصرار ومتابعة قام بجلب لكل قاعة أكثر من 5 مراوح إضافة إلى المروحة السقفية، فله الشكر الجزيل. كل فصل عقد ندوة للطلبة الوافدين، أخذ وطلب الأسئلة والمقترحات أي مشاكل تواجه الطلبة. شكرا. ما اسمها ترى؟ ما اسمها شيء. كراس. أتكلم بس إنه في كل فترة فصل أو كل شهرين عقد ندوة للطلبة الوافدين غير الأردنيين، أسئلة مقترحات أي مشاكل تواجه الطلبة. شكرا. السلام عليكم. انا سعد الله من الجمهوريه العربيه السوريه تخصص محاسبه.
أنا عندي ملاحظة أولى وهي أنه لما أجينا على الجامعة السنة الأولى تخرجنا وإحنا ما في مرشد ساعدنا في المواد اللي ممكن ننزلها قبل المادة المادة المواد الأخرى. يعني آخر بيج إن شاء الله الفصل جاي آخر سنة والآن بكتشف إنه في مواد عشان آخذها لازم أكون ماخذ مواد تانية. فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية بتمنى إن الجامعة يكون في عملية تواصل بين الخريجين، يعني حتى لو قلنا إلى بلادنا يكون في تواصل إن شاء الله في الدول. ونحب نشيد يعني جهود كلية التمريض الموجودة عندنا من العميدة إلى النائبة إلى كل عمادة التدريس بالجامعة، لأنهم يعني نحب يعني هذه النقطة الحسنة اللي متعاملين معانا بكل الأمور فيها، وما هم مقصرين معانا بالإرشاد وتسجيل المواد وتنظيم التسجيل. شكرا. المطاعم الموجودة في الجامعة فهي حقيقة مطاعم لا تليق بالمستوى الطالب وإنما بالمستوى المجتمع على الأقل، في حين بقية الجامعات لها مطاعم وماركات عالمية ونحن على الحانوت البسيط يمكن حانوت الجيش أفضل من هذا. وحقيقة حتى النظافة ليست النظافة المطلوبة، يعني مثلا أنا أتكلم عن الاختصاص الطبية الدهن الزيت الذي تم بعملية قلي الأكل يعني يقضي أسبوع كامل هو نفس الزيت يقلي فيه. طب هذا كله جذور حرة، هذه جذور حرة تؤدي إلى أمراض مصابنا، وإحنا أهل الصحة، إحنا كلية صيدلة، فيارد أن نظر في هذا الموضوع. وشكرا. طيب هي حقيقة يعني محاور مختلفة ومنظمة وتستمر الوقوف عندنا، وأنا سأجيب على بعضها وسيجيب الأستاذ الدكتور نائب الرئيس على البعض الآخر، ويمكن أن نستعين بالدكتور غالب والأخت نادية أيضا للإجابة على الموضوعات التي تتعلق بالتسجيل. وأبدأ أنا فقط لأقول كلمتي فيما يتعلق بمكتب الوافدين. أقول هناك مكتب للوافدين حقيقة وهو مكتب النشر، فيه موظف جديد، تغير الموظف السابق ولدينا موظف جديد، والآن إحنا قمنا بتوزيع استبانات عليكم تشتمل معلومات كاملة عن الطالب وأرقام الهواتف حتى نتواصل مع الطلبة دائما، لكن أتمنى مزيد من التواصل منكم أنتم. وأنا ذكرت في كلمتي قبل قليل أنه أتمنى أن يتم التواصل بيننا وبينكم وأن تشاركوننا في الأنشطة اللامنهجية، لأنه حقيقة يعني لا يوجد أي قائد يشاركنا في عمل الشؤون الطلاب. نتمنى، وأنا أعد أيضا أن نقيم ندوات فصلية للطلبة الوافدين للحديث في مشاكلهم دائما إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق قبل أن يجيب الدكتور مجدي لأنه يمكن يكون في محاور كثيرة سيجيب عليها، لكن يعني أتمنى فقط أن الدكتور غالب يتكلم فيما يتعلق موضوع الإرشاد في المحاسبة يعني. والأخت نادية فقط فيما يتعلق بالتسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بجميع الإخوان في جامعة الزيتونة، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وخير الكلام ما قل ودل. بموضوع الإرشاد الأكاديمي كلية الاقتصاد تحديدا ومعرفة مدية التسجيل المصدوري دائما في بداية كل سنة نعطيها الطلبة الجدد السنة الأولى إدارة واحد، محاسبة واحد، اقتصاد، مبادئ التسويق، دائما نركز على هذا الموضوع بالفصل الأول. الفصل الثاني إدارة 2، محاسبة 2، إدارة تسويق، اقتصاد كلي أو جزئي. من 10 سنين وإلى هذه اللحظة ونحن ما نتبع هذا النظام اللي في الإرشاد. المشكلة اللي بتصير إنه الطالب طبعاً بنبعث لها أوراق رسمية حتى دليل الكلية، عمر دليل الكلية 10 سنين، وكل سنة نؤكد على هذا الإرشاد في دليل الكلية ويتم توزيعه على طلبة الكلية. المشكلة في عملية الإرشاد أنه الطلب المستجدين عنده استعداد يسمع لصديقه ولا يسمع لرئيس القسم أو لعميد الكلية، وكل هاي المادة صعبة يوعك تأخذ أروح خذ مادة ثانية. فحقيقة الإرشاد موجود، سيستم موجود ومحكم ومضبط من خلال العمالة بالتعاون مع القبول والتسجيل. لا يمكن أن يكون هناك خطأ إرشادي أتكلم عن كلية الاتصال، لأن جميع المتطلبات السابقة من 10 سنين موضوعة بإحكام
أفضل من أي جامعة عالمية حتى. إحنا مركبينها في هذا الموضوع. لكن المشكلة حقيقة تبع إنه الطالب وخاصة الطالب اللي سنة أولى بدل ما يأخذ الدليل ويمشي على إجراءات الدليل ويتبع الخطوات وهي موجودة ومثبتة الآن وهي في الطابق العلوي حتى حاطينها في لوحة الإعلام. المشكلة إنه الطالب بيروح لصديقه بيقول له هاي المادة أنا تأخذها محاسبة واحد أول فصل بدك تأخذ محاسبة واحد يعني بدك تجيب علامة 50 في البداية معدل التراكم محل كل. فهو للأسف الشديد الطالب المستجد أو الجديد يسمع ويأخذ نصيحة صديقه أكثر مما يسمع لرئيس قسمه أو لعميد الكلية. وهذه حقيقة أن هي أكبر المشاكل اللي بتواجهها. إضافة إلى ذلك ما دام موضوع الإنشاء الأكاديمي الكل يعلم إنجليزي واحد إنجليزي اثنين عربي المفروض الطالب يأخذها من السنة الأولى سنتين صحيح. بعض الطلبين وخاصة خلينا نقول الطلبة الوافدين بيخافوا من مادة اللغة الإنجليزية واحد بيخافوا من الإنجليزي بيخلي إنجليزي واحد إنجليزي اثنين لسنة رابعة علما بأنها هي سنة أولى فبضل حتى بالسنة الرابعة الفصل الأول ما باخذ إنجليش 1 بأجلها للفصل الثاني فبدي يجمع إنجليش 1 إنجليش 2 بآخر فصل في التخرج. طبعا عندك المخاطر عالية بجوز تكسب بين الاثنين وتأخذ التخرج تاعك. أيضا هناك مثلا بالدراسات المحاسبية باللغة الإنجليزية بضل الطالب يأجل فيها لفصل سنة رابعة. هذا الكلام غير صحيح. المفروض في عندك خطة استرشادية الكلية تتبعها بالتعرف على كل التسجيل أن على الطالب أن يلتزم بهذه الخطة. ما تسمع لصديقك حتى لو كان صديقك متفوق بجوز نحن أعلم نحن موجودين هنا لمساعدتكم وحتى نرشدكم إلى الطريق السليم وتتخرجوا بالفترة يعني 4 سنين أو حتى أقل اللي بأخذوا فصول صيفية. ولا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك. وأي طالب لديه مشكلة في عملية الإرشاد أنا راجعني شخصيا لكلمة الاتصال لأنه لا يمكن أن يكون هناك خطأ إرشادي لأن الموضوع محكم من خلال منظومة القبول والتسجيل. لكن ما دام الإخوان موجودين أيضا يعني في قضية رغم أن أنا ما بدي أحكي فيها بس لكن لازم تتكلم إنه كثير من الطلبة الوافدين بتواجهنا معهم مشكلة إنه الغياب. ويعني خلينا نقول إحنا بدنا عكس لقاء مثل هذا اللقاء الجميل الطيب ونحن يعني بهمنا جدا مصلحة الطالب. نحن شعارنا في هذه الجامعة الطالب بالدرجة الأولى لازم نهتم بمصلحته ونعرف نوجه كيف يتخرج بأقصر الطرق وبأسهل الطرق وأن يكون معدله مرتفع. كثير من الطلبة يعني بتواجهنا حتى قبل لاجئين كان عندي مشكلتين لطلاب ولطلب وافدين بده ياخذ لي اجازه بده ياخذ قبل العيد وبعد العيد. هذا الحكي صدقا يعني بوجود الاخوان والزملاء احنا درسنا قبل لا تسمح احنا كنا طلاب مثلنا مثلكم. يعني الناس بتعطيك يوم تسافر قبل العيد وتيجي بعد العيد بيوم اما مش بدك اسبوع قبل العيد واسبوع بعد العيد. طب وين الدراسه؟ انا عندي ظروف انا ما عندي ظروف التعيد مع اهلي. فرجاء يعني كده سمحتوا لي انه هذا الموضوع الحضور والغياب يعني جبتك كم يوم قبل ما اما مش بدك اسبوع قبل اسبوع بعد. وشكرا للجميع. شكرا لهذا التوضيح. اخت ناديه ممكن بس تفيدينا شيء بس حول قضية إنه يسجل في مادة ويجد نفسه في مادة أخرى أو يدخل السنة لأنه إحنا نركز دائما على الطلاب اللي ممكنهم إياه لكن يبدو إنه مش راضيين فهمه ممكن. لا هم أنا أعرف إنه العمادات طيب عكسه يعني هو أنا ممكن أحدد فيه هو نظام الساعات المعتمدة هكذا. يعني أحيانا ينتقل أستاذ من الجامعة مثلا على سبيل المثال فالعمادة مضطرة إلى أن تستبدل هذه المادة بأستاذ آخر مثلا. أحيانا أستاذ يأخذ نصاب زائد فينقل إلى أستاذ جديد أستاذ زائد الجامعة يعطى نصاب جديد. هذا هو نظام الساعات المعتمدة نادية تريد بس استطيع بالنسبة للتحليل
في الشهر الأكاديمي. إحنا محطوط لكل طالب على الكمبيوتر على الإنترنت موقع إلكتروني خاص لكل طالب بإمكانه يستخدمه عن طريق يوزر نيم وباسورد، وموجود فيه تحليل الخطة الدراسية، وموجود فيه الخطة الدراسية للطالب والمتطلبات السابقة لكل خطة دراسية. حتى لو الطالب ما لقى أي دكتور أو أحد يساعده بالتربية، لو طبعا الخطة الدراسية تبعته بيعرف إيش هي المواد المطلوبة منه وكيف ممكن يقدر يمشي بالخطة وشو المتطلبات السابقة لكل هاي المواد. يعني ما أعتقد إنه لو كل واحد دخل على الموقع الإلكتروني الخاص فيه بيلاقي علامات، بيلاقي نتائج، بيلاقي جدول الدراسي، بيلاقي على جدول الدراسة، العلامات كله موجود على موقع الإلكتروني للطالب، إضافة إلى تحليل الخطة والمواد اللي درسها وأي فصل درسها والعلامات اللي حصل عليها وتحليل خطته كامل بوضح شو اللي لازم ياخده قبل الثاني. وموقع يعني ليش مشكلة عندنا الطلاب اللي إحنا ما عندنا إرشاد؟ بس هاي هذا تعليق على الإرشاد. ليه ما يكون التسجيل الإلكتروني؟ يعني أنا في إجازة الصيف بضطر أجي من السعودية عشان أسجل وعشان أجي في الوقت. هلا إحنا بنعمل كثير تقفلت. هلا إحنا بنعمل تسجيل مبكر لكل الطلاب، وبعد ناخذ بعين الاعتبار إنه عندنا مجموعة من الطلاب الوافدين بهمهم إنهم يسجلوا قبل ما يسافروا، فإحنا بنفتح التسجيل مبكر عندنا أصلاً قبل ما ينتهي الفصل بشهر ونص. فكل طالب واحد أو مستعد أو بده دكتور معين أو بده الشهادة الفلانية بإمكانه يستجيب لنا تسجيل مبكر. يعني إحنا مثل الصيف هذا بواحد 8 اللي هو كان مثل الصيف بعشرة 8 إحنا بواحد 8 كنا فاتحين باب التسجيل للفصل الأول القادم وعطينا فرصة لكل الطلاب إنهم يسجلوا كل مواد. الإلكتروني إحنا شغالين على هذا الموضوع، إحنا نسجل إلكتروني إن شاء الله، إحنا ماشيين في هذا الموضوع على الفصول القادمة إن شاء الله. شكرا. والان في بعض المشاكل في محاور يمكن يجيب الدكتور رفيق الحسن في قضيه تتعلق بقضيه التنقل والمواصلات والسؤال اللي طرح حول المركز الصحي وبعض يعني سيجيب الدكتور رفيق. تفضل. بلا شك في هناك قضايا ممكن المطروحه تنقسم الى قسمين، قضايا اكاديميه وقضايا الخدمات. القضايا الأكاديمية أعتقد أنه عميد كلية الاقتصاد أجاب يعني، لكن سأركز على قضية تعتني بالمتطلبات الجامعة. هناك برنامج استرشادي في كل تخصص في كل كلية، وهذا البرنامج الاسترشادي لو تقيد به الطالب لما حدث خطأ في السنة الثالثة أو الرابعة. ولذلك متطلبات الجامعة من المواد الآن يجب أن يأخذها الطالب ويدرس الطالب كل هذه المتطلبات من اللغة الإنجليزية 1 و2 واللغة العربية 1 و2 ومهارات الحكم يجب أن يأخذها في السنتين الأولى شرط أساسي يعني ضمن القرارات، وهذا لابد أن يكون في نظام التسجيل. نظام التسجيل هناك موجود. هل هذه القضية يعني أرجو أن الطالب يعي ذلك وأن لا يركن على السماء. مسألة المشاكل الأخرى غير أكاديمية، هناك مشاكل في الخدمات من ضمنها النقل والصحة. أنا يعني أخذ نقطة النقل، النقل أسطول كبير عندنا، أسطول يتجاوز 80 حافلة، و 80 حافلة لعدد الطلبة المشاركين جيد، وبرنامج حركة الحافلات يتناسب مع عدد الطلاب في كل فترة زمنية. يعني مدير كبرى التسجيل تعلم من كم طالب عندنا الساعة 8 وكم طالب الساعة 9 و 10 ويوزع هذا العدد على عدد الحافلات، لأن هناك مجموعة من الطلبة لا ليست لديه محاضرات مثلا الساعة الثامنة فيأتي على الثامنة، ليست لديه محاضرة التاسعة فيصبح ازدحام في ساعات معينة نتيجة تأخر الطالب أو عدم تقيده بمحاضرة. ويعني أي قضية احنا دائما نسمعها مثل هذه المشكلات وبنحاول نحلها في أي خط من الخطوط. أما مسألة المركز الصحي، وأنا أول مرة بسمع أنه من الدول فقط هو الذي يعطى المركز الصحي متكامل في الجامعة، في أطباء عدد جيد للطلبة، في طبيبة كمان من الطالبات، ولم تتأخر الجامعة إطلاقا عن أي مسألة صحية تصيب الطالب
أخذوا سيارات سيارة تسعة هناك سيارة تسعة جاهزة في الجامعة مستعدين على في يعني للعناية به مثل عنايتنا بأبنائنا في بيوتنا. وهذه قضية محسومة، لا يمكن أن نترك أي طالب يذهب بدون استحمام بدون عناية صحية، لا يمكن. يعني أنا أرجو، أما إذا قضية مجرد أنا أحس بشيء بسيط ممكن بعد الفحص السريع نعطيك هذا الدواء، لكن لا تفرض أنك أنت الطبيب الذي لابد من مستشفى، لابد من عملية، وهو ليس هناك حاجة لمثل هذه الأمور. قضية الإقامة، أنا أول مرة أسمع شكوى من الإقامة عن الإقامة. نحن نحن دائما في هذه الجامعة نتعهد بإعداد الإقامة بالسير في إحضار الإقامة لكل طالب، لكل من يلتحق بالجامعة من الموظفين ومن الطلبة، ونتعاون ووزارة الداخلية تتعاون معنا إلى أبعدهم، ونتعهد أصلا لا تستطيع أن تقيم إلا بتعهد الجامعة، الجامعة تتعهد بإحضار إقامة لك وأن تكون أن تستمر في البلد ما دامت مع ما كنت طالبا في الجامعة. تتناول كذلك قضية دخول السيارات. قضية دخول السيارات مسألة يعني حتى الموقف الموجود الآن في الجامعة عند البوابة الغربية، هذا الموقف داخل أرض الجامعة، يعني هو يعني مرتب وهو في حرم الجامعة في أرض الجامعة وليس خارج الجامعة، والمسافة بين كلية الاقتصاد وأبعد سيارة يعني لا يتحملها الرجل الكبير وليس الشاب في مقتبل عمره، وهناك أمن موجود في نفس المنطقة. أما إذا أدخلنا جميع السيارات فتصبح الجامعة ممكن أن تكثر المشاكل من حوادث الدهس، ولأن هناك بعض الشباب يعني سمح لهم بالدخول أو لا طلب السيارة الفترة الماضية، كلمت سيارة نتيجة عدم استخدام الحسن في السيارة، ولذلك لا نستطيع أن نترك سيارات الطلبة حتى ممكن أن تقع في مشكلة تدهس زميلي. أن نحن منطقة خاصة للسيارة، وأنا مستعد أحط سيارتي معاكم برا، يعني مش بس أنت معاكم، مستعدين كلنا نحط السيارة وهي أرض الجامعة. لا وبعدين مجاني في الجامعات الأخرى، وشوفوا واسألوا في الجامعات الأخرى لا يوجد مثل هذه الخدمات للسيارات، بل تدفع باستمرار مقابل كل وقف كل وقوف تدفع في أي جامعة، ونأخذ بلاش أذكر جامعات، الجامعات الأخرى تدفع، لكن إحنا بقول لك أرض الجامعة مفتوحة إلى أهل الوسائل، وهناك أمن كمان يأخذ اهتمام بهذه السيارة. في مسألة حقيقة حتى يعني أنا سأخذها بعين الاعتبار، ما بقدر أعلق عليها، هي مسألة بدها متابعة، مسألة النظافة في دورات المياه، هذه لابد من متابعتها والاقتناء بها. فقط إن شاء الله نعدكم أن نأخذها بعين الاعتبار ونتابع هذا الأمر في كل الكليات وليس في كلية واحدة وفي كل الأماكن. كمان أنا أول مرة بسمع في ملاحظة في المطعم، أنا أعتقد أن قاعات المطعم كافية وجيدة ورائعة، يعني حتى نوعية الطعام مراقب، يعني في عندنا إحنا لا نترك الطعام هكذا، يعني لا، عندنا جهة مراقبة، عندنا جهة خاصة من الجامعة تقوم بهذه المراقبة، تقوم يعني في لجنة خاصة، ويعني أنا بنفسي حلفا بدعو اللجنة مراقبة وتابعهم فيها في حتى من حيث الأسعار من حيث الجودة، وإذا حصل أي تقصير نحن لن نتساهل مع أي تقصير في هذا الأمور، لأن هذا الموضوع يهم صحة أبناء الأطفال. هل شكوا من المطعم ودوا كتاب رسمي لعمل لجنة الطلبة؟ هم حتى الآن شافوا وين الآن قبل؟ أنا بدي رسمي شكوا عشان وقتها تيجي لجنة في حد طلب منهم هون اللي ذكر عن عن المطعم. هل كتب؟ هل كتب أحد وكتبت؟ ما كتبت. أنا بدي رأسا يعني جيب لنا الملاحظة مكتوبة. أنا اللي بدي أسمع ولا بدي أسمع الحمامات، بس عمرك شفت طلاب كسر عربيات؟ سيد كريم بس يرجع التركيز على المحفوظة. تفضل.
لم اشتكي على نظافه الحمامات، وانما اشتكي انه لا توجد مواد نظف عندي كحمامات كارضيه وكشصمه نظيفه. احتاج اي وسائل شوف في نقطة ما نفتح منها يا نعم. على طول الطمع والكتاب الرسمي على كل حال مثل هذه الملاحظات خلي الطلاب والطالبات معانا شويه لانكم معزومين مع الضيوف، يعني الطلاب تحسوا اليوم معزومين مع الضيوف كلنا مع بعض واللي له حديث مع مستشار منتخب. طب احنا قاعدين بنعالج المجتمع المحلي، احنا بنعالج شغلاتنا. برضه بنستنى اذا في إذا أرجو أن تكون شكوى مكتوبة ومدونة. سنأخذ بالاعتبار كل هذه القضايا معكم إن شاء الله، سنعقد دورات جديدة بالاجتماع معكم مع المستشارين الثقافيين، مع كل مستشار ثقافي لبلده، وهل تحصل إن شاء الله أي مشكلة نقدر نحلها. سأفتح المجال يعني حقيقة للضيوف الكرام شايرون حقيقي كان يعني من يود أن يقدم كلمة توجيهية يعني لا بأس. إخواننا الضيوف الكرام هل من يود أن يتحدث بكلمة توجيهية للطلاب؟ طيب أنا طبعاً كل اللي سمعنا يعني ملاحظة جيدة، وأرجو أن تسع صوت صدر حبيب قلبي وإياد وإخوان مطالب يعني، بس فعلاً لا تسمع وتقول أنا والله في مشكلة وأنت ما تعرف المشكلة كذا. في مشكلة يا أخي عندك عمال شؤون طلاب، عندك مدير جامعة، عندك مكتب، عندك متابع بكل الجهات. أنا أشهد أنها مش ما تبقى الجامعة إنها من أفضل الجامعات في كل شيء، تنظيما وترتيبا وكل شيء. انا لما ادخلها كان ادخل في قطعه مختلفه تماما عن ومثلا في جامعه الفضل. لكن في حاجه واحده بأقترحها بزميلي عن مكتب القدر الوافدين، لا يقوم على موظف واحد دكتور. مكتب القدر الوافدين يفترض ان يمثل فيه كل ابناء الطلبه العرب من كل جاليه، زي ما عملت جامعه العلوم والتكنولوجيا، وفيه مشرف اجتماعي ومرشد نفسي ومرشد طلابي ومعاه يعني كل هيئة زي ما هو معمول في الجامعة الأردنية، زي ما هو معمول في جامعة العلوم والتكنولوجيا. بالمناسبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا أنا رأيت تنظيم جميل جدا، ولا يعني لا يمنع أن نستفيد من القضايا. فيما يتعلق بالإرشاد أنا أتصور أن الطالب يحتاج جزء كبير من هذه العملية، بس محدود، لأنه أنا كما الأستاذ الدكتور غالب يقول طالب سنة رابعة بده يسجل مادة إنجليزي ألف وباء أو مستوى أول ثاني، هو صار رابعة. أنا بستغرب كيف الجامعة تسمح السيستم حق التسجيل إن يسمح تسجيل لمادة سنة رابعة وسنة أولى، أو سنة رابعة سنة أولى وسنة رابعة. كيف السيستم النظام يسمح أن تسجل المادة ولا مطلب سابق؟ هذا اللي أنا ما أعرفه. الطلاب أنا أعرف تماما شكاوى الجامعات إن الطلاب لا يتحرون الدليل، وإحنا عارفين الطلاب أصلاً هم لكن يد أولادنا ترى للأمانة الدليل مهم جدا أن تقرأ بالذات الطالب الجديد. وزي ما تفضل الدكتور غالب من طالب احيانا يسال زميلي يسال كويس، لكن الجامعه طالما هي فاتحه ابوابها والمسؤولين فاتحين ابوابها والعميد فاتح ابوابه وعميد الكليه ورئيس القسم والتسجيل فاتح ابوابه، ما اتصور انكم اي مشكله يعني اكاديميه. لكن روحوا للمسؤول وصلوا الشكوى كتابه، فعلا كتابه هي اثبت شيء انه يقدر يستطيع رئيس هيئه المديرين يتابع هذا الموضوع، يقدر مدير الجامعه يتابع، نائب رئيس الجامعه يقدر يتابع الموضوع عميد شؤون الطلاب. لكن انا ما وأحيانا الطالب يثار الشاعر ثم تنتشر بين الطلاب وهي أحيانا ليست صحيحة. لكن نحن نريد أن تظل الزيتونة بسمعتها بعراقتها بقوتها بنظافتها بكل شيء، وأتمنى أن يأتي اليوم
الذي أرى أن زيتونة جائعة دلفين، أتمنى أن الله لأن الزيتونة أدفل الجائعة أصدقائي دلفين فقط، طبعاً كل الجامعة رغم في لوحات وبتعليمات وبذا حفاظاً على صحتكم، وأسأل الله لكم العافية وشكراً. شكراً جزيلاً للدكتور عز الراني ولضيوف الجامعة الأكارم، ونشكر الطلبة الأعزاء لحسن استماعهم ولهذه المشاركة الطيبة. سنأخذ بالفكرة المتميزة، احنا في عندنا مكتب وافدين في أكثر من موظف حقيقة وفي مرشد نفسية لدينا، لكن سنأخذ بفكرة أن يمثل كل جالية طالب أيضا في مكتب الوافد إن شاء الله تعالى. نعم يغطى طلباتنا السعودية لا أقل من 80 نص المستشفى. يغطى يغطى يغطى. مرة أخرى شكرا جزيلا، وجميع الموجودين الطلبة وغير الطلبة والإدارية مدعوين لحفل الغداء، وإحنا سنتحمل الغيابات سنغطيها إن شاء الله تعالى، وأيضا مدعوين لأخذ الصورة هنا يعني جماعية لحضرة الضيوف الكرام. شكرا لكم والسلام عليكم.